السلام عليكم، جهز اسرارك واستعد للتحدي ده، لان ده تحدي الرجاله هيفيد لعب الكونغ فو بشكل خاص واي شخص بشكل عام. لو انت في فايت او لو انت فلنفترض ماشي في الشارع فروحت اتكعبلت او حد تعمل لك بالشكل ده، هل هتقوم قومه عاديه؟ لا طبعا، انا عايزك تقوم كده حركه كيك اب. يبقى تحدي النهارده يا شباب هو حركه كيك اب. هناخد من الحركه نوعين. النوع الاول انك تعملها باليدين بالشكل ده، النوع التاني انك تعملها من غير اليدين بالشكل ده. هتعمل لي اي نوع فيهم، المهم انك تقبل التحدي وتثبت لي انك قده بجد. يلا بينا. نبدأ التحدي بتاعنا، اكتب لي challenge accepted وسيب لي المقطع بتاعك في اللينك تحت. نبدأ بسم الله. في البداية لازم نتمرن في مكان آمن زي السجادة بالشكل ده علشان ما يحصلش إصابات. الحركة مكونة يا شباب من اليدين، الرأس والقدمين. الحركة كلها عبارة عن دفعة، هنفهم جزء جزء. تبدأ تنام خالص، ريلاكس، أوكي؟ هنتعلم دلوقتي إزاي ندفع القدمين. اسحب ركبتيك الاثنين، ركبتك الاثنين على جسمك بالشكل ده، ثم افرد رجلك. شفت أنا عملت إزاي؟ في ناس بتعمل كده مرة واحدة، لا، الأفضل نعمل بركريشنز، تدرج. خد ركبتك على اتجاه رأسك أو وشك، ثم اسحب رجلك بالشكل ده. ثانيا افرد قدميك الاثنين للأمام تحت، نزلهم كده، اوكي؟ هو انام تاني، اسحب اتجاه القدم اتجاه الرأس، واحد اتنين، وركزوا وسطي مرفوع ازاي بالشكل ده من الزاوية ديت اهو يا شباب. وانا نايم ركبتي ثم ايه رجلي، ها، مين للأمام، اضرب رجلك للأمام، انزل على كامل رجلك بالشكل ده، انزل كده ريلاكس خالص. نلعب الحركة دي، نتمرن عليها كتير، لازم تشعر الشعور ده اهو بالشكل ده. ناخد الحركة مرة واحدة، بصوا كده، بنام للخلف واسحب ركبتي ورجلي، ثم ايه اجي للأمام بالشكل ده، افرد قدم الأمام بالشكل ده واكرر اهو، واحد، ها، اتنين، اجين، ها، واحد، اتنين. برافو عليكم قوي قوي قوي. هنيجي دلوقتي لضربة القدمين، ركزوا، هضرب القدمين بقوة ومنزلش على وسطي خالص بالشكل ده. بصوا معايا لان الحركة دي فيها سنس، احساس. انا اهو طبعا نزلت سحبت ركبتي وعملت الحركة يعني فردت رجلي كده. نشوف دلوقتي اول غلطة، اول غلطة الناس كتير بتعمل ايه بالشكل ده، ناس كتير تضرب يعني على الوسط ده وبقى منظرهم فظيع يعني. فلا، لازم اضرب فين؟ بص، انزل للامام وانا رايح للامام اضرب بالشكل ده، ضربت قدمي ووسطك لازم يكون مرفوع، مركز الثقل بتاعك لازم يكون مرفوع. ها، نشوف من الزاوية ديت، بص معايا وانا رايح للخلف، خدت ركبتي. في ناس تاني بتعمل على طول كده، لا، انا عايزك تعمل ايه؟ روح للامام، بص، امشي برجلك يعني رجلك اتجاهها رايحه للاسفل اهو معايا اهو، رايح للاسفل واضرب وانزل على كامل قدمي على المشط ثم على كامل قدمك اهو من الزاويه ديت، بصوا معايا اسحب، بصوا كده بعمل ايه؟ بروح للامام كده. لازم تتحرك لتحت، ادي لنفسك احساس انك تروح لتحت، اضرب رجلك، وسطك ايه؟ مرفوع، وسطك ده لازم يكون مرفوع. الحركة دي تعمل لها ريبيتيشن، تكرار كتير، عشان كده قلت هو التحدي تحدي الإصرار. ما شاء الله عليكم. هنيجي بقى للجزء التاني وهو دفعة اليدين. دفعة اليدين والرأس هي يعني بتاخد بتشد كل جزعك، ورجلك بتاخد مركز الثقل بتاعك. ايدي فوق اهو يعني اتجاه الكف السماء، اتجاه السماء، اقلب كفك على الارض اهو، الايد الاولى والايد الثانيه بالشكل ده. طيب ضم رجلك على الارض. دلوقتي احنا مش عايزين رجلينا، عايزين دلوقتي نركز على اليدين. اهم حاجه ارفع رجلي، يا رب ايه، اكتافي، ارفع جسمي على ايدي. بصوا، ادفع من المثانه من هنا من عند البطن ومن عند ايه الاكتاف الدراع اهو، واحد، وانزل، اكرر تاني، ها، اتنين، وانزل. الحركه دي بقى هنعمل لها دفعه، بوشنج، عشان كده احنا قلنا حركه دافعه. طيب علشان ما نتصابش يفضل ان احنا نحط تحت الراس، اسفل الراس، مخده اسفنجيه بالشكل ده، اوكي؟ بس هوريكم ازاي هدفع نفسي الاول قبل ما احط يعني المخده تحت راسي، اوكي؟ بصوا معايا انا بعمل ايه، مش انا بطلع اهو، بطلع بالشكل ده، وانا بطلع هزق بايدي، هدفع بايدي يعني، وانا طالع لفوق بصوا معايا كده اهو،
ولازم انزل على ايدي تاني، لازم انزل على ايدي تاني قبل راسي. اوكي بصوا كده انا طالع كده ايدي ثابته في الارض، لا وانا بطلع ايدي ازقها في الهواء، ادفعها في الهواء بالشكل ده اهو. طيب علشان ما تصبش يبقى اهي مخده تحت الراس بالشكل ده، واعمل التمرين ده عشان لو وقعت لا قدر الله المخده ايه انزل عليها، يعني عشان لو وقعت كده انزل عليها تمام، وافضل اكرر التمرين ده كتير اهو. واحد اتنين بصوا من الزاويه ديت، ها تلاتة أربعة خمسة وهكذا. يبقى كده برافو عليكو جدا. هنيجي دلوقتي نعمل كامباين دمج للحركة. بص أنا عايزكم تخلي معاكم المخدة دايما لأنها إيه هتحبوها جدا طول ما أنت تمارس الحركة ديت. طيب قبل المخدة بس نقلها على جنب، نشوف دلوقتي الحركة بتيجي إزاي بشكل كامل. خليك اليدين من الأرض بشكل قوي أهو بالشكل ده، والإيد الأخرى ملكها بشكل قوي بالشكل ده زي ما انا عامل كده. بصوا مبلك ايدي جامد اهو تمام. هتبدا تعمل ايه دلوقتي؟ اسحب القدمين عليك كده اهو، ما تخليهمش ورا قوي ولا قدام قوي، خليهم مظبوطين عليك كده بالشكل ده. طيب احساس الدفعه الرئيسيه بيجي منين بقى؟ بيجي من القدمين، يعني قدمك تنزل للاسفل. اول ما قدمك هتضرب على الارض ايدك تضرب معاها في نفس التوقيت سيم تايم اهو. بصوا كده معايا يا شباب، ها اسحب ركبتك بالشكل ده، روح للامام. بصوا رايح كده للامام كده تمام. اول ما تروح للامام اهو اهو اضرب، ممكن تقع تاني. عايز اقول لك لو وصلت المرحله دي يبقى كده برافو عليك جدا. اهم حاجه انك تقوم، تقف يعني تقوم على رجلك حتى لو وقعت تاني بسرعه، مع التكرار تيجي معاك. افضل اكرر تاني، المهم ما استعجلش، لان في ناس تعمل ازاي، في ناس تعمل كده بصوا على 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 طول مره واحده كده، لا روح للامام اهو. بص روح للامام اضرب، ولما تضرب اضرب بقوه راسك وايدك وكل حاجه، اهم حاجه ما تنزلش على مركز الثقل اهو. يا شباب تجربه استخدام بقى المخده، هتحط طبعا المخده عشان ما تتصابش، واكرر كتير في الحركه. عينك للامام، تبص للامام، ها ترجع اهو الدفعه تروح اهو تضرب وهكذا. الحركه نفضل نكرر فيها كتير جدا لحد طبعا ما توصل لمرحله انك انت هتعملها ايه بالشكل الاحترافي ده، تقف كده اوكي. دي الحركه نتمرن عليها بشكل مستمر. النوع الثاني لو انت حابب تعمله اعمله، وهو من غير اليدين. لو حابب تعمل النوعين اعملهم، كل الحكايه ان ايدك مش هيبقوا على الارض خالص تمام، بس وانت بتطلع لازم تضرب ايه بقوه بالشكل ده. تتمرن على التمرين ده ايه كتير، تخلي ايدك في الهواء وراك وتضرب كده واضرب كده مره واثنين وثلاثه، ها اهو ارجع وانا رايح اهو اضرب بقوه. اوكي شباب نشوف الحركه تاني باليدين. النوع الاول ها واحد من الزاويه ديت، من الزاويه ديت تلاتة اوكي من غير اليدين، واحد هنا اتنين هنا تلاتة. يس ده تحدي النهاردة، خليكم رجالة واقبلوه، واشوفكم في تحدي اخر. T'abandonner.